إلى مدينة تعز تتجه الأنظار، حيث توجد واحدة من أكثر التجمعات السكانية تضرراً من آثار الحرب التي يشنها الانقلابيون على البلاد منذ أكثر من عامين. الشرعية الجمهورية اليمنية. الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي وجه طلباً متأخراً إلى منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك. طالبت الحكومة ومعها كل الحق بتغيير مسار ترحيل الإغاثة إلى محافظة تعز عبر المناطق الآمنة التي تبدأ من ميناء عدن لضمان استمرار وصول تلك المساعدات إلى المستحقين دون تأخير أو عراقيل. طلب كهذا أملته الضرورة القصوى، فالميليشيا التي تسيطر على ميناء الحديدة وعلى الطريق الواصل بين الحديدة وتعز لا تزال بحسب رسالة الحكومة تحتجز حتى اللحظة 180 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية وتعرقل وصولها إلى مدينة تعز المحاصرة. وسبق للميليشيا قبل أيام أن صادرت أدوية ومعدات طبية تابعة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بتعز. تزامن طلب الحكومة مع صدور بيان مشترك عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، حذر من أن نصف مليون طفل يمني معرضون لخطر الموت إن لم يحصلوا على رعاية عاجلة وعلاج متخصص. إنهم بحسب البيان جزء من 2,200,000 طفل يعانون من سوء التغذية في اليمن. هذه المشاهد قادمة من تعز، حيث النموذج الأسوأ للوضع الحرج الذي يعيشه أطفال اليمن في ظل الحرب. يتهددهم سوء التغذية ويواجهون وضعاً استثنائياً جراء استمرار الميليشيا الإنقلابية في منع وصول المساعدات، خصوصاً تلك التي تأتي عبر ميناء الحديدة. نناشد الجهات المختصة والمنظمات الدولية أن تلتفت إلى أطفال تعز بالذات وأطفال اليمن بشكل عام، إنما أطفال تعز هم أكثر معاناة من غيرهم بسبب الحصار الذي هو مستمر حتى الآن منذ سنتين. وسط عجز يفوق الاحتمال تواجه هذه الأسر الفقر والعوز والأمراض، ولا حيلة تقيلها من عثرة سيئة كهذه. عيالنا أمراض ما نقدرش نعالجون، وإحنا أمراض مكانه ما نقدرش نشل الحب البرم، والأقسام بالله ما نستقل بس من نشل القال نهدي له الحمى. وضعت الحكومة منسقية الشؤون الإنسانية أمام مسؤولياتها الأخلاقية عن مأساة تعز، فهل سنرى استجابة سريعة تنهي هذه المأساة؟